بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونكسن داوديال كسود وهذا برنامجك لهذا الدكتورك راديا يتلفشين كشبيلة أو أينو كل بدو بعد السهر في السنو ميت كم ده دكاتير تصوماليات إن أو أينو مركز التلدود هذين سو قد بينو حق عاف ما تكون سابسنا ما أنت نوحي إنه كفر حسن هاي إن الله في السنة شخص صومالي ده أدو ده كرنيس شخصيا يفهمي أهمبا ودمعنا وضع أركيسان بل مركة هوريها دي أن حكتي ذو وحير إن كغشي يقول الدكتور ريسو ديقة آذن محمد وشخصيقة أين لفر لنه وآذ أركيسان جامع عدي دي دريتي دي كوباد وحي كود ديارسي ودن كروشكا غاران الموسكو لابد يكون أي أسور تقشي إن أي دمايسو سيدو أكالي وحي فرصدو هشي مستر كيد إن أي هلقاس كد ديارسو لابد يكون إي سدح دي أي تغسس كالكاس كوسا ميسي فلوشيب كيدي مريكنكا أي كسو سميدي وحاكالي أصور تقشي مريكنكا إني بريت جامعة كان نغوطو تاسي أو جامعة مريكنكا كتا الله أو جيرمي لغو مقعابة أي سي سي وحالو يقان هنري بي هج دي هولدر أي سي سي إن تكتوري سيدا انتا استعلينتي يشقوين كاسك مركي أو ديبادة أن كسو نغنو إمي كهد وحا أي مضحكة تهي نور قيبو لكن waxaan ka soo qaadanay inaa mid ka mid ah xarunta ama meesha lagu magacaabo Hagar La'aan Institute oo ah meel cilmi baarista caafimaadka lagu sameeyo ay madax ka tahay in si kale hadaan idin baro waa gabadhay dhashay Dr.Isa Hawa Cabdi waxa ayna ka howlgashaa qaybta Dr.Isa Hawa Cabdi Hospital ee Burco iyo sidoo kale qaybta Ceelasha Muqdishana iminka waxay ka howlgashaa xarunta caafimaad ee dhawaan laga hirgeliyay ama isbitaalka laga hirgeliyay lagu magacaabo Som Pakistan ama Somali Pakistan intaas ay ka shaqeynaysay isbitaalada kala duwan ilaa ay haddana bulshada ay u shaqeysay diyaar u tahay qaybaha kala duwan ee ku howlgashaa waxa ay ku shaqeynaysaa taqasuskeedu waa xanuunada haweenka ku dhaca Dr. Isa aad aan ugu faraxsanahay inaan kula fadhiisan maanta ku soo dhawshay TV bismillaahir rahmaanir rahiim wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi هذا مهسن تهي رنتي إن مقدشو يا سومالي جودهان عاد مات كده هر وسومري وحد كم تهدت ك إن حكت ذا أصل كوهايو هذا النقطة وقريم ده دت كضير تأه يا سدوا كلا تعاف مات كحجسي فمي السومالي ذا مجا وين كلنا وكسو جدا وأذي جستو ذا مركوان هذا نوفر حسن هاي سودو بالوحرنا أنا شرح حد إن جسي سيد حانون نذا كل دعاه وين كصوماليات أنت سلباتن كسنة كبدنا سو شقين يسي كيسس كي وقت كي أد أركتيد يا حالة دي أكو سو شقين سودو وما سنت هاي إن جود هان ودن هو ودن حتى تقال كصوب حيو كبسنا يو إن حرمة عافمات كيسة يا دين قط الدولة دي بوس كي بوحين له دوي كم قنت هاي ودن كي وحب بوحين هايو أما هي من تيرا أرگانيزيشن أستار كي هو يدي سمي سي عمل هم برايفت سكتر وحلا ده هاي شو دولة دي برسنت جيري كتاب قادنا إسا وحاكلو جرو دي باتا دي أو دقال كمر كي لقب حاي وهو يوين كي يدومر كي ويدا يعمل منتلي إي فيزيكالي الله دا يعمل باهي جرتا دي با جرتا سو حانو نادا دومر كبادنا هاي وحاكوز كري بي أدل لغنو لي هاي يحيى على ده هذا اللي جوجو هذين نقطة أفريقيا هذا النهاية عمل هذين وحاء وفضد عذر كلها إنفكتشن كان ولو يقان كوميونيكابل ديزيز عذر الناس كقاعدة فافا وعبو قاسو فافا هذا إنه وفضد ده بركي بي هذا إنه أسمع إيشو أما بي أنا وير أما ضد كان واي بي أي دي وضد ضد كم ساكن وقعتي أما وقتي هو يدي بك جارن أنت المهر هاشيك ورادين إيشو نفس الدهده هالمان ميسا حنوز عبو قا وحيابي ريرو قسيم بلا لو هرتيكرا هاي جي محلها النظافة جي اللو قد دعالو يبي بدنو لحبو والاو والحادو قادو مهيم او ديسك جيركا كهرتيكا ايو انفكشن كادو نقطو ايو عمتدا ديو السحان هرددا ديو السحان جيركا بناء دنك مركو اساق استفاع وحوقو عن ملحن داود وحاكاقا حبون انو اذيقا استفاع دو كركادا كتحدثي او الله هذا الدفاع وحنا نسي الدفاع دفاعي سادون لحان وعذورة ديابا كوكودا عيكا سوقات وفاكشا كوكو بضيها ومانتا قوية والبو سومالي اتكتد اسبتالة دي لاتكيسو نوعي بضن عيكا نفتر كودا بي اي دي متكلا بلفك انفلماتر ديزيز كيا كوكودا عي اكيوت يدو كوكودا عي يدو عصب اما يدو عاد وقو كرونيكا يدو مدتنا سوهيسي ودلا كوكودا عيسو
تاسو دیواتوین بدن کینیس و دیواتو دوباره نحنون که کینیس انفکشن که کینیس و نلاشی دی حتی و قلم دی ویژه نلش کسایریس و اور ایک قاضی کنید ولی ملانته کس کرین کرتا انفکشن که قارکیس انفکشن کدوسی گذب و کار و گذب تو باین کو حرکرا و قلم دی او کلین کرا تو باین که قاضی قاضی اکو حنتی او ک قاضی کرا مرکا و ودرو ک انفکشن کو حلس وأنا فدودي هاي وحكمي دي عذور هذا حلك الله هاي وداود الله هاي هذين نقطة عذور ككانسر كي إيدس كولي داود يد الله هاي حلا جم جارك لكن فشنك وعذور أنت بايت كم هنا ولا داوين كرا هذه وقت سهل الداوين لبات هذا كله تداود حق إذا كجفت الصومالي أنت بيوتي كسي قلا دعوة استعمالنا وكوكين ولقب صدي وكانيني بي عمله وعبني مالن تی سعندت رو بناو بنای سوتاسن واری وقت کلا عمر کلا که هدی کردن، اگر عذور نگو بدن وای انفکشن که، مینتال هلث مسکح دیو نفرینین عذور دی دگال که نیلای، وردل آنتی دیوات دی علاش کی، دقل در دی باهی دی وحیکنتی و قفل بسومالی عرقت عقلی راشن حمدی گاسای های های ول به کل دهای، سو عذور دا صدنا جرو و حکل تو ان آدوق ارکی برایتیس کی سديد سنة يودن بس أودن كشقينا عودك بروسيلوس لدهايو وحوله هنا لقى قادة حولها بدن على قادة عودن تفك كل عو infection واحد لكن حوله هنا وح كنترول أي مالهن وح ولجر مالهن وبارا يهرب كعونه إنه نظيف معهن so we human to animal أو سكوب بيا عذرا سكوب بينا حولها عن كهيل يهرب كل استعماله على قادة وحاكله تمهيم ودمر كل عو عن أدل وخبصين وعلى أجين وتبر كلسك فمالي الحوم الله ساتي بيد إني سبب كلية كل عذاب. أفسر اللي ملك استقلال. تي بيد مال بكل عذاب المجالين ككل عذاب الملا أنت كنتها يعني مرك ما كفكر عن هو يدي إنه تي بيد قبته أدي كفكر عن ماش لغو بار له هاي هذا إنه يرتب بارتان. وهاي هاي وما سنت هاي شرحات في عنو جودة النسيسي وان شاء الله يدتكو يعني في عنو أول فهمي إن حق وحق تاوتي منتل هالسيا مقالة هدي أيضاً نبضها هين لكن هو يدو إيه ستنا نلشي دي محاك جحر العفمات كده مسكح وحوينك جحر إيه عفماتك مسكح ده ماشى كده قاقين إيه مسكح ده لا أنت مصان كده كست أسبوع إلى صار في هاد مول مينتال هيلث داي لاست تو دايز إن دقال أجري دقال أنك صبحنا دقال كوحوك أنا تراما وحل بهاي جوك مسكح جوك مسكح ذا جارتوك أنا تراما دي وجوك ليك كسعد ما هن مسكح ذا يبكى كان مسكح ذا يبكى جرى عبسدي يدلك يوحي مسكح ذا أنا بقى بقى قبلت هاي حا قابت هو سو جذها كجرتو دفاع قشة قابت كرو مسكح ذا أنا كورتكس الله هاي ويفكرته وحكا إلى لنا إسا rational thinking على محا أنت أصعدة أنت كصعدة ومسكح ذي الحكومة يسي مركي دقالي استرسا كورنو مسكح ذي فكري سو الحكومة يسي وعلى فيليب وحال هاي سميسا ما شقيسو ويستاكتا فروزن نقطة سي وحا شقينا يسو أو قدها كجرتي أو أهيد هيبتلامسك هيبكامبسكي لدها هاي وشقدي سي دقالا أرد flight and freeze and marka anaga dhan trauma ku jirnaa oo maskaxdeena waqtiga nagu qaadanaysa marka kurka long standing muddo dheer oo trauma haddu qofka ku dhaco qaar kood caruurta ilaa laba jir ku bilaawda jiro oo ilmahaadi lagu qayliyo la dilo la cadaadiyo waxaa la ogaaday markay weynaadaan ay 34 gaaraan iyo ka badan inay cudurrada ugu badan yihiin sida dhiigkarka iyo sokorta iyo cudurro badan ay ku dhacaan محيلي مسكح ذا حنونك وحو دبات جارسيا فيزيكال جرك حنونك سكانا. وعي وحن روا إن كفا يسوق يديو إسبتال هذا مغتشوك يا الله قياس أهانتي كله والله سعوتا أدي أتربنيه. نعم. بكان كأو بدن إيه بكان سعوت كأه إلا قابله وهاي ذي دلانك. أبسلوتلي. أنا أذكر سوي شيء كي حال الله هس جرى. هذانا محالات كله تو قصن أرنا كهوان كهايو إنك معروض تكشرتو أو أيو إسوق يه إني ما نور بستارك تجنا دنا جرتو ما وحنا هاي سدا وحمو ما تعلن تبهر كده قاتير تليدتو هل كيف صرت كقرن سنتا؟ أنت هشيك ترى. هي. أترى إن المحمان هيشو public education health مقب وهو يدي كنيني يدور لما يسانين وقت كذا يدور دكتور جون لهن يدور نفهم من عذر كذا قف كل أنتم ما دول دكتور هبل في عن
ميل هبل أو كعاف ما هبلاي يأذيك أسكو عذر متين هبلاي دي أنت كعاف ما ده ده أنت كم عاف ما ده شو هبلاي دي أود يسمعش كله جيني سامعش كعاف بس مال كله تجيسا شو ده سو حوا ميدنا جم قانو شعب كنا وما يقان منا ودي أحسن عاف ما ده تلبات دخاتير تينا قيما كلنا بيشن كنا مالي وبنص ونقنا حنون كشيء جنا أيوة لقيا بحنون جرين وهين حنون مسكح أي وثربي وبهين لقيا بسوشيال بريشر إنه جرو قفكم ركوا لقال حمة جرو أما واحد جرو أما فريس أو مرتا ما أنت سوي إنه جوش كهيسو حكلي وبعدها قفيس كل شيء كيست سو دختر كاس دقيقة تستون كاس دقيقة لقي سنة ووح وبعدها نفس الدد ريليف كود دريمي سو كنا في سيسو سو وإنا فهمت هذه قد دخترت ايدنتيفاي كريس بيشن كان دختر قوني وباهيه ولحيريرو مثلا دختر مسكحين وباهيه دختر ولا شكيستو مثلا حوسكا قباهيه هي جست ان ادفايس نقف كل حاجه صح وبيشن اكوي مانا حقودها ميل هبلاي حنونيسو يوتيوب كان كارك هذا يوتيوب انا صبحي اهدي اهدي يوتيوب كان كارك فيسبوك كارك مرك أنا confused تدري كجر تاجر أنا جانا busy أنا هاي دخاتير تنا هذا شقذ نو بضطي نقول بجانا عسيو وفرتي نقول بنفتيس وفكرة مرك وحمد هان كواني لها شعب كان دمر كان إني هذه آخرين حتى هاد دون كهرمار وقار وادعي سنكرتا وصو داونلود كري سنكرتا وحول بو وادعي سنكرتا أنا وادعينا هذه كرتا عذر كسر رواينا برتا صو سومالينا أنا جانا قابنا كقاضنا وما دو شرحنا طلبات دخاتير تينا قيب تينا كأيارنا وبيشك وقت سينا وأنفحنا وأسيس صح وأسيس كرنا بيشك وحوق بحنت ويران شني تمن دقيقنا لجوكتي لا تمن دقيقة أسي وعن أبرزت لكن بيشك هذا بوسيسو كان حقل دكتور رجال هذا يقع إن سيستم أطول قنتنا تجرو إن عفمات كنا حيا وقولي تو كمدي هذا بزنس قالوا وفائدة كما إيمان وقف دباتيسيا كإيمان يسو بوقت waad kulay garanaysay medicine ka buuga physiology ka hadla gaiton oo qoray page 6 waxa uu qoraa bukaanka waa inuu dhaqtarku siiyo at least 30 daqiiqo oo uu kula sheekeysto taas gartay laga helo muqdisho waa in jecelahay inaad un kamid tahay dadka sameeya ama sameeytoona waxa raadiyo ku diiya number ma jiraa loogu talagalay dhaqtarku inuu qaabilo maalintii wallahi fixed number ma laha لكن الناس كبرت سماها وأنا أود أتقنع عن قياس المال أنت زدت عشقين كتر سماها إيد أول صداقف كي ولا واتم لو قلت ما قف قاعد كتر بريجا أباهنتي بس كحالنا نسيت أباهنتي شو ماكسيمم 20 people الله ده أقبل تكبر لنا قاب شماها so for you sick of patient هذا طبعاً يشان كبرنا أنا ما قابل كرو بس كحالي يوريريس وداليس ودالا بس كي بس كحالي عشقين هسه الإرزاق دي لها حاية كان عسي عفمت أدونك لهم وياي مدنا قم قناة جرت مرأي كانوا لن عفمتك وكان عسي لكن دولد يحوق له كنتروليس دولد ما أقلعان يسو إني حكو حد قدبان استيبول با لكنترولة ماشي مرأينا لكنترولة بروفيشنال كنترولة جرو لسان أجر إسبيتال والبو توشا كشد دي أنا أساس للسمينين وحوم الصعنة يعني. تسناد إن أنا عسى كذي عف ما دون أنا وإنا بوزيشن كم قناع وقعنا. وياه. برنامج كان هذا خور السنة إنه يا رميس الحريري مدك بدن تدوسنا وجود الشريعة تبنتيس. دت كمر كان الله شيء كيستوحى إيش يعني. إسبتالات إنك كده ها سبب تقول إنك كلفت إنك ده عبسة إيك قمان قرشات كإسبتالات. أنا أستر وحق وصح. أي. وهي واجرتا ودك. صح. إن وحن لو بهاي هي شعب كان يلون حريسته إن مال فري إحنا دتك ما هين كرتوا أدي ماشي شقاء دتك شقينا ثمان سنة أنا إنجيو كسو شقينا إنجيو واحد دت لقو مو ذكر لقو مدعو ذكر ووحي روقان والعجر لقو سينا والعقد ما نعسو وإني دتك فهما إني عفماتكو ذا كنتربيشن كسمية أيوة وحي كديق كلام إسبيتالات برايفت كانوا إني فهمان إني دتك ونحريستان وأنا أنا جانا فهنا شعب كهدانا حي وعارف ما تكبرنا يفهمان إسبتالك برايبت كبرشرة صارن أنا أصدق إسبتال رجعين داود يا قالي إنه حال هذي إيجنت يقولوا جبراي قالي بركي قف كنترول يا ملا نينك كينا جانا صدق وروا كاسينا شقالي يا كوفليو كره ولا كره كرنتي يا لقاها
korontadeena oo aan mashiino badana isticmaalaysa. Isbitaalada badana way iska safar gareenayaan, way iska socdaan moogiye, isma bixin karaan. Boqolkaas dollar bishinka laga qaaday ama kontonkaas dollar bishinka bil cuni lahaa. Isbitaalkiina uu ku rafaadsan yahay xubno mataraay. Soo dhibaatada marka u fiirsada labada dhinacba way jirtaa. Marka si wada jir in xal loo helo. Si wada jir inaan shacabkii iyo isbitaaladiina wada fadhiistaan. Always waxaan ka hadlaa positionka maqan waa positionka shaqo la'aanta. Insurance la'aanta. Dadweynaha bishii waa shaqeysaa, insurance ayaa kaa goosanaysa. Insurance waxay ku qasban tahay inay caafimaadkaaga bixiso. Adigana bil walba in yar ay kaa goosato. Marka ma kugu soo baxay lacag badan oo $1,000 iyo $3,000 hal mar lagaa rabo oo qaliin ama waxaas. Isbitaalka dhakhtarkaaga waa tagaysaa, insurance ayaa isticmaalaya $3, $4 bixinaysa oo kuu bay la dhahay. Marka system badanaa naga maqan, saan ku socona isma bixin karno. Waayahay, waan rajaynayaa maalin un inay insha Allah isbedeli doonto, lana heli doono dhakhaatiir adiga kula mid ah oo u kaca bulshada si guud oo bulshada ay isku keeno dhakhaatiirta iyo xalka ka shaqeeya. Waxaa jirto eedeymo la idin jeediyaa bukaanka iyo bulshada idin jeediyaan, waxaa lahaa dhakhaatiirta waxa ay ganacsi ka sameeyaan hadda qalliinada. Haddana si gaar ah waxaan ku weydiina kuwa hooyooyinka, hooyo kasta waxay ku leedahay isbitaal aan tegey, buraal la iga soo sheegay, qalliina la yiri. Hooyada kaleet waxay ku leedahay ilmihii, waxaa la yiri kafkaaga yar qalliina ku gale ma dhali kartid, da'dii horena waa dhalay ku leedahay. Waxaan rabaa doctor Sadaaq Adaraal inaad iswaafajisid xaaladdu meesha ay ka hadlaysan tahay oo dhibka uu ka jiro. Horta qalliimada adduunka dhan ay kusoo bateen, wax anaga noogu ogoyne ma lahan. Wax Soomaali gaaro ama maya qalliinka khaasatan hooyada cunuga cesarean sectionka. Mareykan hadda 30 waa dhaafay, 40 uu sii socdaa. WHO waxay recommend gareynaysaa in 15 ka yar la qaalo by percentage adduweynaha. Baaditaankana waxaa keenay dadkii baqaaya, dhakhaatiirtiyo baqayso dhinac ahaan, dhinac ahaan benefit ka raadinayso oo qalliinka uu yahay lacagtiisa ay badan tahay. Dhinac ahaan ani beeshana badan ay soo mara oo diida xataa waqtigooda caadiga inay sugaan foosha 8 saac, ugubka markay tahay ilaa 14 saac oo ku dhahaya ma sugeyno, hana la qalo. Ayaga qaarkood ay wareysanayaan, doorkaas doorbidayaan. Marka statistic ahaan marka la isku daro badida taasaa keenayso, dhakhtarkan waa inuu sugaa, beeshaykan waa inuu sugaa. Sugitaankiiyaa nagu yaraaday. So normal procedure kada raaci laheen oo gabadha markay dhashoy tahay ilaa 8 saac, maximum 15 saac iska sugi laheen, oo markayna dhalinay ugubka tahayna ilaa 14 saac. Qof 14 saac foolanaya ma leh. Hadda diig qabato isla hadda inay cunugay dhashay rabtaa, waxaana waa process, jidki waa inuu cunuga soo maraa. So processkii laga caajisay, taas waa mid. Burooyinkan la sheegayo waxaa laga yaabaa inay technology ay noo timid, waa inaan horta dhinaca fiican aan ka eegnaa. Burooyinka laba qalada jiro. Burooyin waxaa jiro aan arkay ani dhakhtar markaa hay dad badan ay kusoo sheegeen, waa burada biyaha ay dhahaan. Burada biyaha waxaa lahaa physiological cyst, waa biyaha. Midna waa cudur oo hadday weyn tahay centimeter 3 and 4 ka weyn tahay ama weyn tahay in la qalo u baahan tahay. Hadday yar tahayna physiological cyst la dhahaa, waa la sugaa, way iska baaba'daa, iyada iskeedu baaba'eeso. Marka aqoon darana way jirtaa oo maraa ultrasound bilaabay oo loo baahan yahay. Buradana ku sheegaysid buradii oo physiological oo caadiga dabiiciga miya mase mid kaleeto. Burooyinkan arkaa inay technology-ga noo keentay, ultrasound lama lehen, CT scan wadanka ma lehen, MRI. Marka waxaas oo fiican helnay technology-ga oo lagu ogaaday macnaha burooyinkii ayaa badisay warka burada. Wixii waa bateen, wixiina waxay u baahan yihiin. Marka waa iska noolaa jirnay maana ogeyn. Qaarna daway u baahan yihiin, qaarna qalliina u baahan yihiin. Marka waxaa loo baahan yahay in la ogaado oo laga taxadaro. Waa soo gogoweyneynaa su-aasha xigta ku weydiina, waxaa waaye xamar waxaa kusoo batay ama gobollada dalkaba iska dheh isbitaalada Hebel Fertility Law. Anagu waagii hore waxaa marka dadka la sheekaystay kuu sheegayaan in ay jiri jirtay deegaanka oo dhan Hebel ninka la yiraa ama gabadha Hebelaye la yiraa aa laga arkaa wax usu Ilaahay owlaad siin, qof kale oo owlaad ka cabanaya iyo ay yareed. Laakiin xamar markaad maanta fiirisid 30% inkastoonan dhihi karin waa sax inay aadayaan xarumaha maaragtay fertility-ga lagu sameeyo, waayo maxaa lagu soo kordhiyay doctor? Waa ilbaxne magaalada keenta. Marka aragtid fertility oo daahdo yaraato, waa cudurka magaalada badanaa dadki way shaqeynayaan, stresska ka badanaya.
hooyada markay shaqay stress ku jirto ukunteeda si ay uur ku yeelato way adkaanaysaa. Haddii da' ku gursato ukunteeda way adkaanaysaa si ay uur ku yeelato. Dadkeena hore magaalada jooga gabadha 14-15 sano tii dahda 20 jir waxaa dhihi jiray waxaa tahay. Waa gabowdaa dhihi jiray. Haddana 35-40. Marka xadaaraddu wax bay wadataa iyada ruuxeeda. Xilligii ukunta ugu fiican tahay dhalmadana waa 18-28. Laatiisteed wax qof weyn ma aha, waa qof weli dhalaayo. Laakiin the more aad gasho 30 markaad gasho, 5% hoos u shidigaysaa, 10% hoos u socotaa. Soo chaaniska aad uur ku yeelanaysay ayaa yaraanaya. Haddana waxay ku xiran tahay bii'ada. Hadda laislama joogo. Gabdhihii wiilal dibadda ku maqanay aroosayeen, wiilashii gabar dibadda ku maqanay aroosayeen, waa la kala maqan yahay. Waqtigay diyaar ka tahay inaan isla joogina laga yaabaa. Infection-ka inuu ku daraayo laga yaabaa. Stress-ka inuu ku daraayo laga yaabaa. cudur magaalada la dhahaa dhalmo fogaanta daaragta IVF iyo meelaha la tagaa caruur la raadinayo baadiyaha dhibkaas kama jiro. Baadiyaha haddaa tagtid ama baadiyo badanaa tagay, magaalooyin badanaa tagay, dhibaatada dhalmo la-aanta aad u yar tahay. Dhibaatada haysata waa infectionkii caruurtii ka xanuunsan oo ka badan. Marka jasta dhibaatada waxaa keentay infectionkan uu keeni karaa stresskeena uu keeni karaa. Doctor Hayse, waxaa jirto hadal aad adinkuna caddey kartin saxaanshihiisa. Tusaale, hooyada markii ay age-ka ay kaga joogsato menstrual cycle-ka ay kaga joogsato, haddii tusaale aan kasoo qaadno inay 48 kaga joogsatay, gabadheedu inay iyaduna kasii yaraan doonto oo aysan gaari doonin 48 ama aysan dhaafi doonin, ma wax scientific evidence-yaha mase waa hadal iska dheh ah? Genetically maybe waa la arkay, laakiin accurate ma aha scientifically. So 48 haddii hooyadu dhacay gabadhana 48 45-42 inuugu dagaa laga yaaba, inuu nagu degina dhaaftana waa la yaabaa. It's just area-da ugu degtay areas lay ahaanaysaa plus and minus meesha hooyadeeda joogaysaa. But you can caadada waa wax jirkaada taxadirkiisa ku xiran. Asaa sheegay magaalada iyadoo waqtigeeda ay tegayso, annaga waxaan sugeynaa inay tagto 48-50-55 meesha soo meesha la sugaa inay tagto. Marka waa kasoo hoos dhacda, inay kasoo hoos dhacda laga yaabaa, inay iyadoo yar ka tagtaa laga yaabaa. Early menopause wax la hayaa jiro, 35 ay ugu tegi kartaa. Waxaa laga yaabaa inay cunug dhasho dhiig baxday caadadii ay tagto, marka caadada meesha hypothalamuska laga xukumaa. Hooyada haddii intay cunug dhasho dhiig baxdo, meesha laga xukumaya dhiman karto, caadada way tegi kartaa. Qodob fiican ay weydiisaa, anaa rabi inaan tiyada ku darsado caadada markay tegayso. Dhibaato badan wadankeena ka qaba, markay da'dii ma naqaano, da'dii aad uma naqaano, gabdhaheena intay jiraan ma oga, laasma qoro, goor la dhasha lama oga. Iyadoo menopause ku jiraan ku imaanaya, waxuu ku leeyahay caadada maxay iga tagtay, heblaayo isku facnahay waa dhalaysaa. Ani maxaa u dhali waa su'aal meesha ku jirta. Marka gynecologist ay tahay waxa iigu dhib badan ka dhaadhacsiin kari waayo, doctor waxaan ilahaa wato. Haddana technology ay jirto, marka ani hormoonadaada fiiriyo, meesha la dhahay ukuntaada levelkeeda fiiriyo, FSH-kaada waxa la dhahay follicular stimulation, waxaanan aan fiiriyo hormoonadii aan ogaado inaan menopause ama perimenopause tahay. Gabadha Soomaaliya kama dhaadhacsiin karo menopause iyo perimenopause tahay, maxaa yeelay bii'adii ay yeeshay. Bii'ada Soomaalida gabadheedu waxay ixtiraamtaa intay dhalayso. Gabadha waxay qiimo leedahay intay mashiin wax dhalaaya tahay. Warshadaintay yartahayna waa gabar yar wada edebiyal oo shaqeyn leeyahay. Markii weynaatana habartaa naga tagaa leh. Markii gabadhii waxay jeclaanaysaa inay joogto maanta dhan wax dhasho. Inta beeshigii abareysa 100% habbi kuma ahan. hadalkii deegaanka dadka iyada traumatigrey macnaha bii'ada waxay rabtay isku dayaysa. Markay hadda haddaa aragta dhaliya ilmahan influencer-ka ah oo TikTok iyo duyada fiirsanaya, midkii ugu caana wuxuu sameynayay rabaa inay sameeyo. Absolutely. Marka waxaasaa loo arkaa likes. Like haddii loo arkay gabadhii inay markay dhalayso keliya ay muhiimad leedahay oo dadnimadeedii iyo diinteedii iyo shaqsinimadeedii ay ku dhowrsantaa iyo hooyonimadeedii, wixii dhan la dhahay waxba ma tiid. Haddaba aanan 20 dhalaynin, 5 leen ma dhashay, 2 leen ma ku joogto, wili miyaan yacni waxyaabaha qaarkood waxaan hortar ilaaha ah dad islaam maanahay. Waxyaabaha aan ka jeclaan lahaa inaan ummadeena ka waaniyo in ilaahay loo noqdo qofka haduu 2 iyo 1 iyo uu ilaahay wax la-aan siiyo ama uu 8 siiyo ama 10 siiyo, waa qoran yihiin ilaaha qur-aankiisa ku yiri
كان قبل كلية ده شيء قالوا بليه قبل ده شيء وأمريكا بي أمريكا بيش كي ما عادي وأذكرتها إن أنا عقيدة ده دوم عنانه وأحمد كوشة أباي ولا عليه وأحمد كوشة إلهي ده هرتك طبعا أنا أقول للويس كبوه يدينا ماي إلهي وك هرتك تروحوا يدينا دين هذا تترك سؤال عملك هذا أفرطن حبوك سي كريسكول عاديات لكن أفرع هيسته باي سديدة هيسته أنا قلت مرة أمرك إني تشكي كميتها وإيه وصوحرينا وحان رأينا كي دي اللبس وقال سؤال شديك وإذا حاوي هل يلاوه كيساس كي كوقات كاي لواه تنسانا كبضان الشقيني سي هوي هم دل شقيسي سيجار أو شقيسي قبل كل دون وطوكا كشقيسي دي ودكا شقيسي هل يلاوه محانو شي كرتا كيساس كي كوقات كاي مسكا حدا دي بعريسو والله آد أبضنا كيساس بضنا إسو مري كيساس آد أبضنا إسو مري kiiski igu adkay oo aan sidaan wadanku arkay igu bedelay wuxuu ahaa kiis gabar beeshan ii timidan aan soo xaqay cunug dilan lahayd sax aan ka soo xaqay dhigeed oo minus u ahaa aad ii dhig baxday dhiga raadinayay oo minus waa adag tahay oo minus waa yar yahay yaa liya nafta ku helnay waa ku shubnay hay gabadhii waxaa ii ka balan qaaday haddana ma haysano contraceptive aan siiyo cunugii kala fogeyn karto inaan san karto aad u adka xilligaas waa 1997 markaan ku soo laabtay ahayd xilli adagu Itoobiyaanka ku jiro gabadhii way iga taagtay waxaan dhahay isdhowr isnafaqeeya hadda wax u baahan tahay ishaa xilli baahi xunaa jirta waa ogahay ilaa soco sida loodka bacdii ishaa laabtay iyadoo haddana dhiig baxayso oo uurla waa qaraac ma ali marka waxaan gashay koofideeda dhaqtarnimada dhaqtirta waa canaanana beeshay keenay mugta ma weydiino intee ka imaatay too socota gabadhi sariirteeda ugu tagi waa xanaaqa waxaan lahay dhiiggaada last time tookada hore intuu iga qaaday mugta nafsada intee martay mugta maxaa ku geey gabadhi markaan inta canaana kara canaanta soo baxay gacanta iga qabatay intirti tooreysa tanta igisitir lix cunug oo aqoon aan lahayd ninkan hadda guursaday tii hadda ilmo u dhalin uu iga taga soo gabadhaas nafsadeeda waxay u dilaysaa sidii lix cunug oo aqoon tahay bilkaas yar uu siinay ku bisho kiiskaas noloshiid wax weyn ka bedelay maalintaas ka dambe waxaan bartay social history adduunka waa la qaadaa Soomaali ma qaadaa maanta iska dambe waxaan ogaaday gabadha inaan waqti siiyo qaato dhaw intee wax ka saarayeen pressure ma jiro maxaysan u tahay sida ula socod aan ku degdegin oo qofka aan fahmo oo waxaan ka caawin karo aan ka caawino 10na way ku noqotay adigina 10 aad u weyn noqotay kiis aan wadiga qalbiga ka goyn u ahay 14 sano ka hor u ahay kiis history-ga caafimaadka u qaada bedel u ahay أشهدنا لا إله إلا الله وشهدنا محمد رسول الله مسؤولية ذا كسارا مسؤولية دوغو هرس ونفت هذا مسؤولية دلواد وقرقا ذي عرورت هذا وحان كل دار من لها إنو إلهي هرت العقيدة دين إلا أدك هدا حنون صنطه إلها كان إلها كافراي هدو إلهي إلما كسينين إلها كسين كرامو كدين كرام هدو كسية مكا قاد إلها كقاد كرام markay caafimaadka inta ku shaqeynay wax igu darna arkay waa aqiidad muxuu ninkeega saa u noqday muxuu ninkeegna kal waroosay maxaa saan loo yeelay dadkii waxay noqday aqiidad yar yarad waxaan ku waani lahay markii ilaahay la tala saarto ulil amrigan war laga maqlo oo ma dhahay ani dhaqtar ahay dhaqaatiirtan hala wado maqlo kama wado laakiin waxay wacnaa lahayd in la is dhageysto oo qof walba in dhaqtarkiisa dhageysto dhaqtarku xirnaa muhiimadeeda leedahay hal dhaqtarna ku xirnaa muhiimadeeda maana ku sistaal aad ma qarashka ka baxay confuse noqonayna dawooyin qadan qaadaysa family medicine qof walba leeyahay dhaqtarkayga ani markaan ka bixi waayo ana ku diraya qof reference samaynaysa in kali geegin waxa ku waanina referral hadda waa baranayna u dirno wixii awooddaada samay wixii aad ka bixi weyso
دنت بيشنك كفكر دنت هذا كفكر سو هو أيضا إن دنت إن إلهي كحرناته مني أدنت إن يكو وقعد وحن كلا واسكندري أدي أدي نلاش واكل سلسلة سلسلة واكل سلسلة وحن كلا دم واسكندري بيسك يا ما لكن كو إني أدنت إن وقعدها إلهي مركا تلا صارته عفمات كلا كوفضنا قرقي لا كوقوجنا عرتي لا كوتوسنا وحلب وحي كحرنت حرناش ذي إلهي أنا أقول لك سوسا اسمها دكتور هاجرلا ادي هاجرلا انستيتيو ان يسدو كره تو waxaan dhaqtay ka holgashaa oo aad uga faa'iideysan kartaan muqdisho ku oo ay ka holgasho xarunta lagu magacaabo Soomaali Pakistan sidoo kale ta xarunta ceelasha biya ee xawa cabti oo deegaanka lagu magacdaras faa'o garanaysan iyo qaybta in burco intaasba way ka holgashaa dhaqtarada mararka qaarna dibadda way u yara baxdaho inay dad xagga istaala kala kula soo kulanto intaas oo noogu dhayn wareysiga tan iyo kulan dambe nabadgelyo dr aadan kugu mahadcelinayna maasan aadan maasan nabadgelyo daawadayaal